هاي آخر دراسة أجرتها الأمم المتحدة بال2005 بتدل على وجود 100 مليون شخص مشرد حول العالم، وفي أكثر من 1.6 مليار شخص بيفتقدوا للسكن المناسب. بتشير الإحصاءات أنه 20% من المشردين هن من الأطفال. أبرز أسباب التشرد هي مالية. العنف المنزلي هو السبب الرئيسي لتشرد النساء، ف90% من النساء المشردات هن ضحايا للعنف الجسدي وللتعدي الجنسي. التشرد بيعرض صاحبه لمجموعة كبيرة من المخاطر، ومن بينها صحية بسبب التلوث وعدم القدرة على تحضير الطعام وحفظه والاستحمام والطقس. وبوقت يلي أكترية الناس بتخاف من المشردين، الأحصاءات بتدل إنهن هن ضحايا وبيتعرضوا خلال التشرد لتعديات. مين قال إنه بعد التشرد لليوم جرم يحاسب عليه القانون بمعظم دول العالم؟ أنا قال. بشوفكم بكره.